السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 حالات تزيد فيها قيمة المعاش ل900 جنيه وفق قانون التأمينات الجديد. أفادت المادة 163 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد بأنه تزيد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقا لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيه و33% من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق، ويراعى إيقاف صرف الزيادة في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغ سن التقاعد، وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن 900 جنيه يرفع إلى هذا القدر، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش، وتتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام هذه المادة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة. وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد 5 حالات يستحق فيها زيادة قيمة المعاش بنحو: إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش، يعني إذا كان في إصابة عمل بكامل عجز كامل أو وفاة أو سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر، يزيد هذا المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن 60 حقيقة أو حكما، إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وبتعتبر كل زيادة جزء من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة. إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستدين تقدر نسبته ب 35% فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش. وإذا أدى هذا العجز إلى أن إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل، يزيد معاشه حتى بلوغ المؤمن عليه سن 60 حقيقة أو حكما، إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه. وتعتبر كل زيادة جزء من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالي: إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم فتصل نسبته إلى 35%، استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكلي، وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة. يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق المعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش الخاص بتأمين الشيخوخ والعجز والوفاة المستحقة، والذي تتم زيادته قيمة تعادل الفرق بين 450 جنيه و33% من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق. خليكم بقى، الحتة دي مهمة جدا يا جماعة، خليكم ركزوا معايا في اللي هي دي: زيادة المعاش ورفع السن بقانون التأمينات والمعاشات الجديد. ده ركزوا معايا، لأن في ناس كتير جدا سألت في الموضوع ده. هنقول بقى هوت إزاي إن أنت تستحق المعاش إمتى في القانون الجديد. تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة 15%. لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام. لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني. يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك. رفع سن المعاش تدريجيا، ودي برضو مهمة جدا. اهو المعاش بقى، السن بتاع المعاش، رفع سن المعاش تدريجيا الى 65 عام
بداية من 2040 يا جماعة. الوقت هو بقول لك نرفع من الوقت، لا هو بداية من 2040 هيبدأ يرفع كل سنة سنة. أهو زي ما أنا هقول لكم دلوقتي، وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديدة خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات بنحو رفع سن المعاش. خليوا لكم بقى هو أول جزئية هو 61 عام في يوليو 32، شوفوا يعني هيبقى في، يعني هو لسه الوقت لغاية 60 في رفع سن المعاش في 61 عام في يوليو 32، ثم رفع المعاش في 62 عام في يوليو 34، ومرة أخرى لسن 63 عام في يوليو 36، ثم 64 عام في يوليو 38، وأخيرا يرفع المعاش 65 عام في يوليو 40. يعني هما الوقت يا جماعة بيقول لك أنه ترفع لغاية 65، وهما هنا هوت بيقول لك إن هو هيرفع لبقى 65 سنة على في يوليو 2040، يعني في سنة 2040. إزاي بقى الكلام ده؟ وده من قلب قانون التأمينات الجديد 148 لسنة 2019. من فضلك اللي ما شاركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكم.